يتقدم للمثول بين يدي جلالتكم نصركم الله لأداء القسم، الأعضاء المنتخبون بالمجلس الأعلى ذي السلطة القضائية، السيد عبد الله معوني مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيدة سعاد كوكاس نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيد زبير بوطالع مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيد عبد اللطيف طهار مستشار بمحكمة الاستئناف بلاطون. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيد عبد اللطيف شنتوف قاضي بمحكمة التجارية بالرباط. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيد يونس السهري رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيد عثمان الوكيلي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتركيست. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيد المصطفى رزقي قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. السيدة أمينة المالكي رئيسة المحكمة الابتدائية بأزرو. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك سيدي. السيدة نزهة مسافر قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش. الله يعاونك عليك سيدي، الله يصحك ويرضي عليك عليك سيدي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا، أن أكون مخلصا لديني، لديني ولملكي، ولملكي ولوطني، ولوطني وأن أقوم بمهامي، وأن أقوم بمهامي بتجرد وإخلاص، بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، وأمانة ونزاهة وأن أحرص حرصا تاما، وأن أحرص حرصا تاما على استقلال القضاء، على استقلال القضاء وأن أكتم سر المداولات والتصويت، وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ أي موقف علني، أي موقف علني في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق، التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس، اختصاصات المجلس. الله يبارك فيك.